السابع من فبراير ذكرى رحيل الفنانين العملاقين علوي والمرشدي، ثنائي الطرب والموسيقى، الفنانان الحاضران في تاريخ الغناء والذائقة الفنية اليمنية يحضران اليوم في المساء اليمني. أهلا بكم. السابع من فبراير ذكرى رحيل اثنين من عمالقة الطرب اليمني ومجدديه، هما محمد مرشد ناجي الذي رحل في السابع من فبراير 2013 والفنان فيصل علوي في ذات اليوم من العام 2010. فنانان ساهما في إثراء الساحة الفنية والاشتغال على الأغنية اليمنية في التجديد والتلحين والغناء، وأصبحا جزءا من تكوين الذات الفنية اليمنية، ناهيك عن رصيد وافر في الحركة الفنية وتاريخها ضمن مراحلها المختلفة والتي اختص بها الفنان الموسيقار محمد مرشد ناجي. المساء اليمني يفرد حلقة عن حياة الفنانين كجزء من اهتمام البرنامج بإحياء الذاكرة الفنية. السابع من فبراير، وكأن هذا اليوم قرر أن يرسم تاريخه بدقة متناهية ليكون علامة في تاريخ الأغنية اليمنية. صادف في مثل هذا اليوم رحيل الفنانين فيصل علوي في السابع من فبراير 2010 ومحمد مرشد ناجي في السابع من فبراير من عام 2013. يوم غمزة حيانة وضحكتها والكلام، أراد الزمن أن يحتفي بهما فأحسن اختيار توقيت الرحيل وأوجع في الغياب. للحج تاريخها في الأدب والشعر والفن والموسيقى، العناصر التي حضرت في أغاني فيصل وأدخل فيها المرشدي تحديثاً فنياً، فقد كان للمرشدي دوره في تطوير الأغنية اليمنية وإحياء ونشر التراث الغنائي بألحانه وطربياته وخصوصيته الفنية. فنانان أطربا وأبهجا، كلاهما غنى فأشجى ولون أعراس الناس بالفرح والموسيقى. كان أبرز فناني العصر الذهبي للأغنية الجنوبية قبل أن يحلق على مستوى اليمن والوطن العربي، فقد انتقلت تجربة الفنانين وحركتهما الفنية من عدن إلى عمان والكويت ليعبر عن الهوية الفنية اليمنية ويعبر من خلالها إلى الجزيرة العربية. فيما ذهب المرشدي ذو الأصول الحجرية للأغنية السياسية شأن الطقس العام الذي كان يفرض نفسه من صراع وتجاذبات في تلك الفترة، حتى تعين بعد الوحدة كمستشار لوزير الثقافة وتوج بانتخابه عضواً لمجلس النواب اليمني. المرشدي لم يكن فناناً فحسب، بل كان مؤرخاً لتاريخ الغناء اليمني القديم ومثقفاً فنياً، له مؤلفات أهمها أغنيات شعبية والغناء اليمني ومشاهيره وصفحات من الذكريات وأغنيات وحكايات. فيما ظل فيصل علوي ابن لحج يحلق في سماء الطرب وألوانه المتعددة، لكن اللحج كان جزءاً من تكوينه الوجداني وقد ذاع صيته به وأصبح علامة فارقة في التراث اللحجي والطربي إلا فيما ندر له من أغاني وطنية. فيصل علوي والمرشدي يعدان من أهم أعمدة الغناء اليمني، سواء بما أضافاه من رصيد في تاريخ الفن اليمني وموروثه الغنائي وألوانه، أو بإنتاج إبداعي ساهم في تحديث وانتشار الأغنية اليمنية، أو بتلك المساحة التي أفردها للأرض والإنسان اليمني وثقافته وموروثه الفني الذي مثل جوهراً نقياً في صوت الرجلين وموسيقاهما التي سافرت باليمن الكبير. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ نبيل عمر مدير الأنشطة في إنتاج الفنون التابعة لوزارة الثقافة من عدن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور أختي. أهلا بك أستاذ نبيل، واليوم هو ذكرى رحيل فنانين عظيمين في تاريخ الأغنية اليمنية فيصل علوي ومحمد مرشد ناجي، ما هي أهمية هذا اليوم بالنسبة لتاريخ اليمن الفني؟ والله بالبداية نشكر قناة بلقيس لاستضافتها لي، ولي الشرف أن أكون ضيف لأحل محل استضافة لإهرامين من هرم من أهرام الغناء اليمني، إن لم يكونوا هم نواة الغناء اليمني التي وصلت إليها الآن الأغنية، والتي وصلت مستوى الأغنية، هم كانوا لهم الدور الأكبر بمدرستين أو هرمين انفردتا، الأولى في الأغنية الشعبية
التي أطربت جميع أفراح اليمن والجزيرة، وثانيا العملاق محمد مرشد ناجي. طبعا محمد مرشد ناجي مدرسة أخرى، نعم، تمثلت في لونين غنائيين لن يتكرر. يعني بداية بدأ بالأغنية الوطنية التي كانت لها الدور في الثورة وفي حياة الثوار أنذاك. يعني لو نأخذ أبسط مثال أخي كبلوني، أو نأخذ على سبيل المثال يا بلادي، تلك أغاني يعني من هم في مثل سني يعني نمونا عليها وثارت الجانب الثوري فينا، حتى وصلنا إلى أننا درسنا وتخرجنا أكاديميا، فصارت مصدر لإلهامنا ومصدر من خلاله نحن صرنا نتبع تلك المدرستين التي بأمانة نحن أمام عملاقين لا يمكننا أن نصفهم، ولكن كل ما علينا إلا أن نترحم عليهم ونحاول لفت الجهات المختصة. طبعا نحن في هذه المناسبتين من ضمن نشاطنا كان لنا نشاط وبرعاية الوزير الأستاذ مروان دماغ، وإلى جانبي كانت الأخت سعاد الجنيدي في إحياء الفعاليتين. واليوم العصر كنا في إحدى الفعاليات وهي في لحق، فعالية غنائية كانت للفنان فيصل علوي، وكانت بتنسيق من نقل الفنان الكبير باسل فيصل. والحمد لله خرجنا من الفعالية بصدور منشرحة لما مثلته في لحق، لما مثلته من نجاح وحضور، يعني يؤكد حبنا وصمودنا وبقاءنا لمثل هذه الهامات التي لا يمكن أن نجد مثيلها، لأنها تعتبر مدارس خاصة. يعني بأمانة نقول إنهم هرمين من أهرام الغناء العربي، وهي أقل ما يمكننا أن نصفهم. نعم، إذن لو أفردنا قليلا الحديث. نعم تفضل. من ضمن الفعاليات ستقام فعالية اليوم، كانت الفعالية يعني بشبه غنائية، يوم الاثنين إن شاء الله، في يوم الاثنين إن شاء الله سيكون في إدارة إنتاج الفنون، في قاعة إنتاج الفنون في المعلة بحافون، احتفائية بذكرى رحيل فيصل علوي، فنان الأغنية الشعبية التي لا نرى مثيل له في اليمن إلى الآن. هذه الفعالية كانت منسقة بفعالية حق اليوم مع نقل الفنان باسل الذي تكرم بالحضور، وعملنا يعني برنامج عمل مشترك بحيث أنه تكون اليوم فعالية في لحق في استراحة الحسيني، وهي غنائية تضم مجموعة من الشباب التي تواجدوا، منهم الفنان علاء كرد، ومنهم الفنان أبو حمدي، وتقريبا كانوا مجموعة من أيوة. نعم، إذن يعني لو تحدثنا قليلا عن فيصل علوي. ذلك نعم، لو تحدثنا عن الفنان فيصل علوي، ما الذي أضافه فيصل للحياة الفنية اليمنية؟ فيصل لم يضيف، فيصل أنشأ مدرسة للفن الشعبي الذي أصبح متأصل فينا ومن قبلنا آباءنا ومن قبلهم أجدادنا. طبعا ما فيش بيت يمني كان يخلو من أغاني فيصل، ما فيش حد يمني ما يسمعش فيصل، فهو حاول جاهدا أن يجتهد بهذا الجانب إلى أن أصبح متفرد فيه.
على عكس بعض الفنانين الذين اتخذوا جانبا آخر وبرضو تفردوا فيه، إنما تفرد الغناء الشعبي لا غبار عليه. فيصل علوي يعتبر رائد وهرم الأغنية الشعبية. نعم، طالما هو رائد وهرم وربما منشئ مدرسة خاصة به وبلونه، مؤسس الشعبية. نعم، يعني هل تعتقد أنه أخذ حقه كمؤسس لمدرسة فنية يفترض أن لديها تلاميذ ومريدين ومتابعين أيضا؟ والله يا أختي قلت لك أنا المشكلة أنه حياة الفنان هي معاناة في معاناة. نعم. فما بنحصلش فنان في العالم أخذ حقه أو الدولة أعطته كل ما يستحق، إنما هو إيش الرصيد اللي تركه؟ أنت يعني أنت كفنان، أنا كفنان مش منتظر إنه الدولة هي تعمل لي رصيد. أنا أضع رصيد، أضع بصمتي، لأنه في مقولة تقول إنه الفنان ما يتكلمش عن فنه، يخلي الناس هي اللي تتكلم عن فنه. وهذه مقولة أنا أؤمن بها، لأنه أنت الفنان إن تكلم عن فنه ما يعتبرش إنه أثرى شيء، أو إنما عندما يضع بصمة تدع الناس يراقبونه عن كثب، يراقبونه في مجالسهم، في أنسهم، في سلاهم، في إذن هو استطاع أن يدخل قلوب الكثيرين، هذا شيء لا محال. نعم. والفنان فيصل علوي بأمانة دخل قلوب اليمنيين إن لم يكن دخل قلوب العرب. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ عبد القادر أحمد قايد، أستاذ النظرية الموسيقية في معهد جميل غانم من عدن. مساء الخير أستاذ عبد القادر. أهلا بكم. أهلا أهلا أهلا، كيف حالكم؟ اهلا بك. اهلا بكم. ضيفكم نبيل علي عمر، الفنان نبيل علي عمر، حتى تلاميذي في المعهد طبعا، تلميذ مجيد ومجتهد وله الان نعم باع في الساحه الفنيه. نعم، اذا اهلا بكما ضيفي العزيزين، واود بدايه ان تحدثني عن ما الذي يمكن قوله في يوم رحيل الفنانين الكبيرين فيصل علوي ومحمد مرشد ناجي. أولا يعني هذا اليوم يوم بالنسبة لنا يوم حزين طبعا، يعني فقدان عملاقين من عمالقة الطرب والغناء اليمني، الفنان فيصل علوي الله، الفنان محمد مرشد ناجي رحمهم الله. يعني أنا ممكن أتكلم يعني عن هذين العملاقين، يعني رصيدهم كبير وبداياتهم كانت صعبة وتحملوا مسؤولية كبيرة. عندك مثلا في لحج فيصل علوي تحمل مسؤولية نشر تراث القومندان، التراث الذي لو لم الفنان يكون فيصل علوي موجود في الساحة الفنية، بعد أستاذه الفنان الشهيد فضل محمد اللحجي لن دثر أو لا، يعني ضاعت كثير من الأعمال التراثية. ففضل يعني قدم و يعني ما يعني كان فارس لسان الأغنية اللحجية بالخصوص واليمنية بشكل عام. نفس الشيء برضو الفنان محمد مرشد ناجي، كما تحمل المطربون الذين سبقوه تحمل مسؤولية نشر التراث والحفاظ عن التراث وما كان يأتيهم من صنعاء من المحافظة الشمالية، كان هناك الغناء والعزف محرم، فكان يأتي من يعطي الفنانين في الجنوب يعطون الحان هم يقومون بدورهم بنشرها وتجديدها. الفنان محمد مرشد ناجي كغيره مثل الفنان محمد سعد عبد الله النهج ونفس النهج بعد الرواد الكبار مثل الشيخ أبو بكر البشراحي، مثل المسلمي، مثل القعطبي، مثل كثيرين، هم تحملوا المسؤولية من قبل وجاء بعدهم محمد مرشد ناجي ومحمد سعد عبد الله وغيرهم.
في نشر هذا التراث وتجديده وتهذيبه وتقديمه بشكل جديد يليق بمكانته. التراث الغنائي طبعا هم تحمل المسؤوليه كثير من الالوان، الصنعاني، اللحقي، الحضرمي، اليافعي، ونشروه وشذبوه وقدموا لنا بشكل تجديدي جديد. هذا هو محمد بشد ناجي، وايضا الفيصل العلوي، هناك القمندان، وهنا الرواد الاوائل في عدن الذين لم يبخلوا ولم يألوا جهدا يعني في سبيل نشر التراث الغنائي اليمني، ونحن الى اليوم نستمع باصواتهم الكثير والكثير ونطرب لهذه الالحان التي لولاهم، لولا الرواد القدامى ومن جاء بعدهم لاندثر التراث. اضيف الى ذلك بأن شركات الاسطوانات اللي كانت موجوده في عدن السنوات القديمه، الشركات كانت هي تسجل للفنانين هذه الاعمال، هذه الاعمال الغنائيه التراثيه، تمام، وتوثقها عندها. هي طبعا هي تنظر للربح لا غير، لكن هي بدورها هي تعمل على توثيق هذه الاعمال. برضو لعبت دور كبير في توثيق هذه الاعمال وفرض عليها، ويعني بالرغم انه كان تفكيرها بالربح لا غير. نعم، إذا هل هناك اهتمام خاص أو دراسات فنية تعنى بفن فيصل أو المرشدي أو غيرهم حتى من أعلام الفن اليمني؟ أيوة طبعا، يعني فيصل أو محمد مرشد ناجي، فيصل فلاحي، محمد مرشد ناجي في عدن، هؤلاء قدموا شيء كثير. أنا في كتاب، في عندي كتابين عن الغناء اليمني، مجال الغناء التوثيق، الغناء التراثية، إيقاعا ونغما، فتناولت فيصل العلوي وما قدمه وما غناه من ألحان غيره وألحانه، وقدمت ما قدمه محمد مرشد ناجي أيضا من ألحانه وشعار يعني كثير من الشعراء في عدن. طبعا محمد مرشد ناجي يعني غنى من ألحانه الكثير والكثير، لكن برضو يعني الأمر يحتاج إلى دراسة وتوثيق وبحث ودراسة لأعمال هذين العملاقين رحمه الله. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ عبد القادر. أذهب فقط لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، إذن تحدث الأستاذ عبد القادر بكثير من النقاط عن الفنانين، ربما ركز على أن فيصل علوي نشر تراث الكومندان، ومحمد مرشد بن ناجي هو ومجموعة من الفنانين كانوا أو اهتموا بما قام به الأوائل فهذبوا التراث ونشروه، ولم يكتفوا فقط بالتراث المحلي وإنما أيضا يعني أو التراث المنطقة التي ينتمون إليها. كان هناك الفن الصنعاني، اللهجي، الحضرمي، اليافعي، قام المرشدي بنشر هذا التراث الفني والتأثير فيه، ما رأيك؟ طبعا أنا سعيد جدا أنه أستاذي متواجد معي. بأمانة الأستاذ عبد القادر كنز معرفة وكنز بحث يمني لا غبار عليه. وعلى فكرة الأستاذ عبد القادر هو ضيفنا والباحث الذي سوف يتحدث عن حياة المرشدي في فعاليات محمد مرشد ناجي. وهو إلى جانب آخر هو من أبناء لحق، يعني عن دراية أكثر مننا، ونحن نستقي منه في أكثر الأشياء بأمانة. دور الذي استفاد منه الفنانين الذين أتوا بعدهم، طبعا أنا أحمل الفنانين الذي موجودين في الساحة. قلت سابقا أنه هم مدرستين لا يمكننا أن نتجاهلهم في حياتنا العملية، سواء كنا ملحنين، فنانين، مؤدين، فهم يعني وضعوا أسس، يعني في شيء الأستاذ عبد القادر يعرفه، أنه في شيء نظري. نعم، لكن في شيء النظرية اللي موجودة على الساحة بالفن بالغناء اليمني طبعا هم من وجدوها. يعني قد
يشاركهم الفنان الكبير رحمه الله محمد سعد عبد الله، يشاركهم الفنان الكبير محمد عبد الزيدي، خليل محمد خليل، بامدهف. هؤلاء هم الذي وضعوا الأسس للغناء في اليمن منذ أن كنا شطرين إلى أن أصبحنا الآن. الأسس هي تعتبر هم من وضعوها، فما فيش فنان ممكن يظهر على الساحة ليرتقي المسرح ليغني إلا وسيختار إحدى أغاني المرشدي فيصل، محمد سعد عبد الله، محمد عبد الزيدي، لأنهم قلت لك موجودين في وجداننا، لا نستطيع أن ننكرهم ولا ننساهم. نعم. إذا أعود إليك أستاذ عبد القادر، وأود أن أسألك، ما هي الروابط الفنية بين المدرسة اللحجية والعدنية، إذا ما قلنا أن فيصل يمثل المدرسة اللحجية والمرشدي يمثل المدرسة العدنية؟ شوفي، المدرسة اللحجية أو الفن الغنائي هو امتداد لفن القومندان وما قدمه القومندان وما استقاه القومندان من سبقوه. لأن الغناء في لاحق أيضا امتد إلى عدن، امتد إلى أبيان، وكل منطقة ولها تراثها ولها يعني مجالها الغنائي والتراثي. في عدن كان هناك في غناء محلي يعني هزين نوعا ما نقدر نقول، لكن عندما جاء الشباب وكونوا فرق موسيقية مثل المدور الموسيقية العدنية مثل يعني استقوا يعني ما كانوا يستمعون إليه من لحج من كثير من المناطق اليمنية، وحاولوا أنهم يتخلصوا مما هو سائد الساحة من أغاني مثلا دخيلة مثلا، بالرغم من أنه في أغاني محلية في عدن، بس لكنها كانت تحتاج إلى تطوير، إلى شباب يرتقوا بهذه الأعمال القصيرة هزوجات. لكن يعني ما حد يقدر ينكر انه في عدن كان في غنى، لكنه كان يطغى عليه الغناء الدخيل مثل الاغنيه الهنديه والاغنيه يعني المصريه، انما بوجود الشباب مثل خليل محمد خليل، سالم بمدهف، محمد مرشد ناقي، هذا حاولوا انهم يستفيدوا مما حولهم من غناء لحج، من ايقاعات لحج، من الحان لحج، وايضا من كثير من التراث اليمني بشكل عام. يعني كل واحد منهم ان ابدع وقدم مما يعني تختزن ذاكرته من ايقاعات، من انغام، من الحان، جمل موسيقيه يعني استفاد منها، وفي الاخير نسمعها تكون موجودة في ألحانه، في أعماله، يعني في استفادة. اللحج استفادت من عدن، وعدن استفادت من اللحج، وأبيان نفس الشيء من هذا المثلث، لكن برضو بكل منطقة ولها خصوصية. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد القادر أحمد قايد، أستاذ النظريات الموسيقية في معهد جميل غانم للفنون، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني ربما تحدث بداية الحلقة عن فعاليات مخصصة للفنان فيصل العلوي، وربما أنت بصدد الحديث أيضا عن فعاليات أخرى للفنان المرشدي لإحياء ذكرى وفاته، أليس كذلك؟ طبعا قلت لك أنا كما نظمنا كان من ضمن البرنامج الذي قدمناه للوزير أنا والأستاذة سعاد الجنيدي، كان برنامج احتفائية بالفنان الكبير فيصل علوي، وسبحان الله تطورت الفكرة، وكان في منتدى، كان في فعالية في لحق ينظمها نقله الأخ باسل. فحاولنا نوحد الجهود بالظهور بفعالية تليق ولو بشيء بسيط، يعني حسب الإمكانيات المتاحة لنا أن تكون في المستوى المطلوب. وإن شاء الله نجحنا كبداية. اليوم يعني كان اليوم في كان
كان نجاح ما شاء الله تبارك الله يعني مشرف. نعم ماذا عن المرشدي؟ هل لديه فعاليات أخرى؟ أتمنى المرشدي أنا قايل لك بالكلام إن شاء الله. نعم. قلت لك وفي يوم الاثنين بتكون في فعالية بتكون في فعالية نأخذ فيها الجانب الحياتي الجانب الفني والسيرة الذاتية للفنان نفسه. معانا إن شاء الله بيكون نقل الفنان باسل وبيكون معانا الدكتور السقاف ونخبة برضو من الذين مهتمين بهذا الجانب وستكون هناك أوراق عمل و واستعراض صور وأشياء يعني يليه في اليوم الخميس القادم بتكون في فعالية مخصصة للفنان محمد مرشد ناقي فنان اليمن الذي لم تعهد ولم ترى كما بيكون معنا طبعا الأستاذ والباحث أستاذي العزيز الأستاذ عبد القادر هو من سيتكلم عن الجانب العلمي في 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 ألحان محمد مرشد ناقي وسيكون أيضا لدينا بإذن الله تعالى نبيل العزاني طبعا هؤلاء هم من أثروا المكتبة اليمنية بتسجيلاتهم فالشخصيتين هذه ستجسد حياة المرشدي وسيكون هناك تحليل موسيقي وسيكون تحليل علمي وبحوث علمية يقدمها الأستاذ القدير عبد القادر أحمد قائد وستكون هناك أصوات شابة تؤدي لبعض الأغاني للفنان الكبير الراحل محمد مرشد ناقي وستكون هناك برضو استعراض صور عن حياته ومداخلات وأوراق عمل ونقاش مفتوح إن شاء الله نكون قد وفقنا في اختيار الفعالية وبأمانة يعني أنا من هذا المكان أتوجه بالشكر الجزير الأستاذ وزير الثقافة الأستاذ مروان دماغ الذي سهل لنا ودلل لنا الصعوبات لإقامة الفعاليات هذه لهؤلاء العملاقين لأنه أصر أننا نقيمها بشحة الإمكانيات بصعوبة الظروف لكن الأباء إلا أن تقام والشكر الجزير للأستاذ مروان دماغ الذي قدم ما بوسعه يعني. نعم يعني إذا في أقل من دقيقة أستاذ نبيل هل تجد أن إحياء الذكرى هو فقط ما يمكن تقديمه لهؤلاء الفنانين؟ أختي قلت لك أنا سابقا مثل هذه الأهرام لن نستطيع في دقيقة أو في ساعة أو في يوم أن فيهم حقهم لأنهم بأمانة بحر واسع تجلى في تجسيد الأغنية بل تعملق إلى أن أصبح هرم لا يمكن لأي فنان تجاوزه. نعم إذن أستاذ نبيل شكرا جزيلا لك مدير الأنشطة في دائرة إنتاج الفنون التابعة لوزارة الثقافة كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن وإذا ينضم معنا في هذه الأثناء الأستاذ أحمد فتحي الفنان والموسيقار الكبير ما الذي يمكن بداية مساء الخير أستاذ أحمد وما الذي يمكن أن تقوله كونك فنان كبير في يوم رحيل الفنانين فيصل علوي ومحمد مرشد ناجي والله نقول أولا مساء الخير عليكم وعلى الجماهير عامة وشيء جميل أنكم يعني تذكروا الناس بهذه القامة الفنية الكبيرة والساحة اليمنية والساحة الخليجية ونقدر نقول الجزيرة العربية عامة خسرت اثنين إضافة إلى بلدهم اليمن اثنين كبار تعويضهم صعب حقيقة وهي خسارة كبيرة ما في شك يعني أبو علي رحمه الله محمد مرشد ناقي عنده تاريخ طويل من
الأعمال الفنية العظيمة والأعمال الوطنية الهادفة، وأيضا عنده الأعمال اللي كان يسميها أو يطلق عليها الأغنية التحريضية، هذا كلامه هو يعني حقيقة زي النشوان وغيرها. فكان عنده يعني محطات كثير في حياته الفنية كلها كانت تصب في مصلحة الإنسان. نعم. وتؤدي رسالة عظيمة. هذا بالنسبة لأبو علي رحمه الله. بالنسبة لفيصل علوي الفنان الكبير رحمه الله أيضا، هو من أخرج مدرسة القمندان من المحلية إلى خارج إطار اليمن تماما، يعني أوصلها إلى الجزيرة العربية كافة، وهذا يحسب لفيصل علوي تماما يعني. نعم. يعني أضاف عليها أيضا روحه، يعني فيصل لم ينقل الأعمال القمدانية كما هي فقط، وأضاف إليها روحه، أضاف إليها يعني موهبته الكبيرة، وبالتالي أصبحت مدرسة القمدان اللحنية معروفة في الجزيرة العربية كافة، وقد تغنى معظم الفنانين في الجزيرة بهذه الأعمال، وأيضا اتكأوا عليها في كثير من أعمالهم، كانت هي مرجع بالنسبة لهم. فهذو الاثنين يعني أعطوا الأغنية اليمنية قدر كبير وكافحوا بحيث يوصلوها إلى أكبر شرائح موجودة في الجزيرة العربية. نعم. إذا لو تحدثنا قليلا، يعني خصصنا الحديث عن فيصل علوي، معروف أنه مدرسة في الفن الشعبي، وأيضا كما تفضلت قام بإحياء تراث القومندان وإيصاله. ما الذي ميز فن فيصل علوي حتى بات الفن الشعبي يعرف به؟ فيصل علوي أولا موهبة كبيرة، هو خلق كموهوب موهبة كبيرة، وبعدين الأمر الثاني أنه مخزونه من الفن اللحني خاصة والقمنداني على الوجه الأخص، هذا العشق لهذا الفن اللحني والمخزون الكبير الذي في داخله يعني صبغه بموهبته هو وبقدراته الشخصية والذاتية، بحيث أنه أعطى نكهة أيضا مختلفة عن مجرد أغاني كانت تغنى قبل فيصل علوي، كانت لها نكهة جميلة ورائعة ولم تسمع ذلك القدر، ولكن عندما تناولها فيصل علوي أضاف إليها صبغته الشخصية، أضاف إليها روحه الفنية وموهبته الكبيرة، صبها كلها في خدمة هذا الفن. نعم. إذن ماذا عن المرشدي؟ ما الذي ميزه؟ المرشدي أولا هو المخترع الكبير للتلحين القصيدة في اليمن. يعني هو من تبنى تلحين القصائد اليمنية للأستاذ جرادة وغيره من الأدباء الكبار يعني، وكان عنده خط مستقل لا يشبه إلا المرشدي في تلحين القصائد، هذا أهم نقطة تميز بها المرشد رحمه الله. نعم. وبعدين عندك الخط الثاني اللي هو الخط الوطني، يعني إحنا وإحنا أبطال نسمع شعب ثار اليوم جدد ما غبر لن ينال المجد إلا من صبر، هذه من بدايات يعني من طفولتنا إحنا وفي أهل شبابه. وبعدين أخي كبلوني، هذه الأغنية الأولانية أنا للشمال، أخي كبلون كان ضد الاستعمار البريطاني، وهكذا، لأنه المرشدي رحمه الله كان أيضا بجانب أنه فنان وموهوب كان مثقف وقارئ، وكان قلم يشهد له الجميع من الأدباء والمثقفين الكبار فيهم الدكتور الكبير عبد العزيز المطالب تكلمته كثيرا. فهذا الوعي وهذه الثقافة يعني أضافت صبغة عظيمة إلى أعماله، وكانت يعني المساعد الكبير في انتقاءه من النصوص الشعرية الهادفة الشعرية العالية المستوى والجودة، وكان يعني يعطيها هذه
الالحان المؤثره، الحان نعم بسيطه من النوع الذي نطلق عليه السهل الممتنع، فكانت على طول تاثر في الناس وتنتشر فيهم زي اغنيه نشوان زي غيرها من الاعمال كثيره لاحظت لها يعني. صحيح. اذا هل يمكن ان نقول ان هناك روابط بين فن فيصل العلوي والمرشدي ام انهما مدرستين مختلفتين تماما؟ لا طبعا مختلفتين تماما. نعم. إذن هل تعتقد أنهما بهذا القدر الذي قدموه للفن اليمني وإيصاله أيضا للخليج في فترة كان يصعب فيها نشر الأغنية في المنطقة المحدودة، ما بالك يعني بإيصالها للخليج وللدول العربية، هل نال ما يستحق من تكريم سواء في حياتهما أو بعد مماتهما؟ هل تجد أن هناك من اعتنى بهؤلاء الفنانين؟ أنا أعتقد أنه ولا فنان يعني أعتني به ولا نال أي تكريم، هذا كله كلام عادي وسطحي وكلام فاضي. لأن محمد سعد عبد الله هذا المدرسة العظيمة يعني عندما مات كان محتاج علاج، ما حصلش على العلاج فمات أمام أعين السلطة والمسؤولين، يعني لم يكرم أحد الحقيقة تكريم حقيقي وتكريم واقعي يليق، ما فيش هذا الكلام. نعم. إذن ما الذي تعتقد أن يجب أن يقام لأجل حفظ ذاكرة هؤلاء الفنانين، حتى يعني نحن نلاحظ على مستوى الفنانين الجدد يعني الصغار في السن ما زال يقتفي نفس أثر هؤلاء الفنانين يقلدانهما، لا أحد يعني تجرأ بإنشاء مدرسة مثلا مختلفة أو يعني لنقل متفردة عن ما قدماه هؤلاء الفنانين أو غيرهم؟ شوفي، علشان الفنان يأخذ حقه والموهوب الصغير يعني يحظى بالعناية اللازمة، لابد أن يعني يضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. نحن الآن عندنا اللي ماسكين هذه السلطات كلهم غير مناسبين. غير مناسبين، لابد أن يضع يعني يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب حتى يعرف كيف يعني ما هو قدر الموهبة هذه اللي الله خلقها وما تحتاج من رعاية وعناية، ومن أعطى وكبر كيف يجب أن يعتنى به زي ما عاملين في بقية الدول المتحضرة. نعم. إحنا كلنا عندنا لخبطة في لخبطة يعني. صحيح. نعم. على الله يعني، على الله. نعم للأسف الشديد. إذن شكرا جزيلا لك أحمد فتحي الفنان والموسيقار الكبير، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وفي هذه الأثناء أيضا ينضم معنا فارض فيصل علوي نجل الفنان الراحل من لحج. مساء الخير أستاذ فارض. مساء النور والعافية أختي العزيزة. أهلا بك. أشكر قناة بريطانيا على هذه الاستضافة. نعم هذا واجبنا أستاذ فارض، ورحمة الله على الفنان فيصل العلوي وكذلك المرشدي، قدموا الكثير والكثير للفن اليمني. وأود أن تحدثنا بداية عن والدك فيصل العلوي، ما الذي قدمه وكيف استطاع أن يؤسس لمدرسة خاصة به، مدرسة شعبية عرفت بفيصل العلوي؟ نعم، فيصل العلوي هو مؤسس الأغنية الحديثة اللحجية، والذي توارثها طبعا بعد أبوه الروحي الفنان محمد اللحجي. نعم. وفيصل العلوي يعتبر حرم أهرامات لحج وحرم أهرامات اليمن، هو علم لحج وعلم اليمن فنيا. وكان فيصل العلوي يعتبر الفنان المجتهد، الفنان الدؤوب الذي كان دائما يجري بعد الأغاني ويدور بعد الأغاني التراثية ويجددها، ودائما كان حريص وكان دائما يعني يحب ان يوصل من 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 بداياته الى القمه. واجتهد ووصل. صحيح. ووصل في قلوب كل يمني. صحيح. إذا في فعالية ذكرى وفاته التي اقيمت اليوم في الحوطة بلحج، حدثنا عنها، وهل تقام سنويا؟ هذه الفعالية فعالية خاصة بالنزاتي، هي فعالية طرق كانت تقام عبر وزارة الثقافة، ومش هي فعالية عابرة. أنا كمدير فنون وكعازف عود وكعازف لغة موسيقية، فيصل العلوي ليس مجرد شخص عادي كي يقوم له فعالية عابرة
نص ساعة أو ساعة إلا ربع، بس أنا بحاجة إلى مكتب، إلى مكان يكون فيه أرشيف، يكون فيه نحن نعلم فيه الأجيال القادمة هذه من هو بيتعلم، ماذا قدم لهذا الوطن؟ ماذا هو قدم من منتج؟ نعم. الفعالية فعالية عادية، فعالية تذكرة فقط، وليس فعالية تكون مدروسة من قبل وزارة الثقافة، فعالية لها قامة للقامة والهامة للناس كبيرة التعلم. نعم، ما الذي تود ان يعني تقدمه وزاره الثقافه لاجل فن هذا الفنان، ليس فقط كونك ابنه وانما يعني انا اناشد نعم اناشد رئيس الدوله عبد الرب منصور هادي باقامه مركز نركز فيه ونعلم فيه الاجيال القادمه الموروث الذي ترك التغيير التي ورثناها فنان التعلم. مركز يكون هذا المركز فيه اعمال كامله ونعمل فيه معهد تدريس للمدرسه العاديه في الطليه. نعم. إذا نتمنى أن تصل رسالتك ومناشدتك أستاذ فارض، وأن يتم فعلا تكريم هذا الفنان بما يستحق وكذلك غيره من الفنانين. أود أن نقترب قليلا. فيصل العلوي قدم حياته كاملة لهذا الوطن. صحيح. يعني فيصل العلوي كان رافد لهذه الدولة. فيصل العلوي كان يعني يقدم مهرجانات في الخارج ويعطي مقابل الفلوس للدولة لإنشاء معاهد، لإنشاء معسكرات، لإنشاء مدارس. ماذا قدمت هذه الدولة لهذا العملاق؟ نعم. إذا لو اقتربنا قليلا من شخصية فيصل علوي الأب، كيف يمكن أن تتحدث عنه أستاذ فارض؟ فيصل علوي أب حنون. فيصل علوي أب لكل مواطن يمني. فيصل علوي كان صدر لحد لكل لحدي، لكل عدني، لكل أجيني، لكل حضرمي. فيصل علوي يتعامل مع الناس بأب روحي. نعم. نعم. نعم، رحمة الله عليه وعلى فناننا أيضا محمد مرشد ناجي، ونتمنى في نعم هذا واجبنا أستاذ فارض، أقل ما يمكن أن يقدم لأجل هؤلاء الفنانين الذين يعني أثروا الساحة الفنية وهم موجودين معنا في حياتنا، في صباحاتنا، في أعراسنا، في احتفالاتنا، هم موجودين معنا في كل لحظاتنا. شكرا جزيلا لك فارض فيصل علوي نجل الفنان المرحوم فيصل علوي، وأشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.